ما الفرق بينهما؟ ما في اسم منطبق لمعناه مع اسم آخر انطباقا تاما، لا، لابد بينهما فرق. ممكن يعبر عن ايش؟ الرحمن بالرحيم والرحيم بالرحمن، الخبير بالعليم والعليم بالخبير، ممكن. لكن عند اجتماع الأسماء، عند التدقيق فيها لغة، تجد ايش بينهما فرق؟ ابدا. بل قيل ان اللغة العربية كل ألفاظها لابد بينها تفاوت، ولو اقتربت المعاني جدا، فيكون هذا أعلى من هذا، هذا أدق من هذا، هذا أوسع من هذا. فالرحمن الرحيم لو لاحظنا نجد أن الرحمن على وزن ماذا؟ فعلان، والرحيم على وزن فعيل. الرحمن على وزن فعلان، هذا الوزن في لغة العرب غالبا ما يستعمل إيش؟ في الامتلاء. فلو واحد كان تعبان، حدش يقول ها تعبان، يمدها بعد شوي، صح؟ وإذا قال تفضل تفضل، قال لا والله حدي، ها شنو؟ شبعان. وإذا شارب كثير، ها ريان. وإذا ها فاهم، فهمان، صح؟ تجد هذا إيش؟ اسم يدل على الامتلاء. وهكذا سمى الله على نفسه ماذا؟ الرحمن، فهو ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء. إذن الرحمن على وزن فعلان دال على صفة ماذا؟ الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، فهي صفة ذاتية لله عز وجل، الرحمن ذو الرحمة الواسعة. طيب الرحيم على وزن ماذا؟ فعيل، فعيل، هذا معناه إيش؟ ذو الرحمة الواصلة، وكان بالمؤمنين رحيمة، يعني يوصل رحمته الخاصة للمؤمنين، وإلا رحمة الله وسعت كل شيء. فسعة رحمة الله التي وسعت كل شيء، هذا من آثار اسم الرحمن. وإيصال الرحمة للمؤمنين، هذا من آثار اسم ها الرحيم. فحينئذ باختصار، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواسعة. بعد مرة، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ما شاء الله عليكم، لا الجهراوين تمام. طيب، إذن الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة إيش؟ الواصلة.